ولمعرفة المزيد من الأخبار حول الأحوال الطبية والصحية للحجاج في بيت الله الحرام ينضم إلينا من هناك مفدنا محمد حلمي من الأراضي المقدسة. محمد، بعد التحية، هل يعني لك أن تطمئن على الأحوال الصحية والطبية للمصريين الحجاج في بيت الله الحرام؟ بالفعل تحياتي لك إلهام من مشعر عرفات، من أماكن المخيمات المتواجد بها الحجاج المصريين. أؤكد لك أن هنا كانت كافة الاستعدادات موجودة، وهناك تنسيق تم بين السلطات السعودية والبعثات النوعية المصرية ومنها البعثة الطبية المصرية. أؤكد لك أن هناك جاهزية تامة من قبل السلطات السعودية لهذه الرحلة المقدسة لتوفير الأجواء الروحانية والأجواء المناخية لضيوف الرحمن أينما كانوا على في مناطق المشاعر. هناك جاهزية تامة من قبل السلطات السعودية، حيث أن هناك 9 مستشفيات تم تجهيزها هنا بمناطق المشاعر بمشعر منى أو مشعر عرفات. منذ فجر اليوم، كان يوم التروية، تم تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، لكن ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين تم تصعيدهم مباشرة إلى مشعر عرفات، حيث أن مشعر عرفات أو الوقوف بعرفة هو الركن الأساسي في من أركان الحج. أؤكد لك إلهام أن هناك جاهزية من قبل السلطات السعودية، 9 مستشفيات، هناك 6000 سرة تم تجهيزها ما بين عناية مركزة، ما بين السرة التعامل مع ضربات الشمس، كافة التخصصات، هناك 200 مركز صحي منهم 140 مركز صحي رعاية أولية على طول المناطق المشعة من مكة المكرمة حتى صعيد عرفات، هناك 200 سيارة إسعاف، هناك مروحيات لنقل الحالات الطارئة للمستشفى. لكن ما يعنينا هنا وأهم هو الأهم هو يوجد 13 مريض بالمستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، سوف يتم تصعيدهم ظهر غد لتمكنهم من الوقوف على عرفات، وذلك لأداء الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. أؤكد لك أن البعثة الطبية المصرية تم تجهيزات عيادات طبية بمنطقة المخيمات، هناك عيادة طبية على يميني تم تجهيزها وبتستقبل بالفعل المواطنين أو الحجاج المصريين منذ وصولهم هنا على مشعر عرفات. هذه العيادة مجهزة بكافة الكوادر الطبية من تخصصات مختلفة، كذلك كافة الأدوية والمستلزمات الطبية تم توفيرها بهذه العيادة الطبية، إلى جانب فريق من الطب الوقائي بيقوم بعمل ندوات توعوية وتثقيفية في كيفية الوقاية من الأمراض المعدية. الوقاية من ماذا عن الأحوال الصحية للحجاج المصريين؟ يعني تطمئن على، هل هناك أي حالات مرضية ما بين الحجاج تطمئن على أحوالهم؟ كما قلت إلهام، هناك 13 حاج موجود في المستشفيات، حالتهم مستقرة وسوف يتم تصعيدهم إلى الغد. لا توجد أي أمراض معدية، كل الحمد لله، الأجواء هنا أجواء روحانية عالية بيعيش ضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين. لكن اللي أؤكد لك أن هناك جاهزية تامة سواء من السلطات السعودية أو البعثات النوعية ومنها البعثة الطبية المصرية لتوفير هذه الأجواء بشكل ميسر خلال أيام المشاعر. نعم، أتم الله عليكم الحاج محمد، ولا تنسانا من صالح الدعوات. شكرا لك محمد حلمي من الأراضي المقدسة.